أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج من القلب، ونستكمل حوارنا الشيق مع الأستاذ منصور عبد الكريم أبو الملح. مرحبا فيك أبو مشعل ثاني مرة. يا أخ محمد، أهلا وسهلا. أمس بعد ما استمعت إلى حديثك طاف علي سؤال ودي أسألك إياه. تفضل. السفن سواء كان نقل مياه أو اللي تي من برا الدش الكويت، كان عليها جمرك، عليها يسمونها القلاطة أو شغلة معينة؟ لا لا، هو كل سفينة تدفع ضريبة للإمارة في ذاك. تدفع كل السفن اللي تدش الكويت. كل السفن على يدفعون ضرائب للإمارة. زين أبو مشعل، كان في سفن غير كويتية تدش الكويت؟ والله أنا ما سمعت، يعني تعرف شلون، أنا اللي أسمع أن السفن الكويتية يعني هي اللي تطلع وترجع يعني. لكن بالسنوات الأخيرة لا، في سفن غير كويتية يعني بالأربعينيات. في السفن اللي تجي من شط العرب، في السفن تجي من الجانب المحمرة، من الجانب الساحل الفارسي، أعتقد سفن تجي من عمان، من دبي، من البحرين. حلو. يعني أذكر في سفن تجي بالأربعينيات، بس ما قبل الأربعينيات والله ما يعني ما عندي المعلومات. عمي أمس ذكرت لنا موضوع تجارة القطاع، شنو موضوعها هذا؟ هذه تجارة القطاع يعني السفن اللي تنقل البضائع من المسافات، يعني مو من الهند عبور المحيطات من هناك، لا عبور يعني الخليج العربي، يعني من الجانب العربي إلى الجانب الفارسي، يجلبون البضائع هناك، اللي يعني البضائع اللي يحتاجونها الكويت في ذاك الوقت، مثل مواد غذائية، مثل مواد يستخدمونها الكويت، يعني مثلا في الأدوات الطعام أو الكماليات أو كذا من هذا. في ذاك الوقت حنا يعني كان 1890، أبوي عند البوم القطاع، عنده بوم قبل الحميدة، 1890 بوم القطاع. في ذاك الوقت أبوي هو صاحب البوم ومالك السفينة، هو النوخذة، هو التاجر، يعني هو اللي يروح البضاعة يشتري البضاعة يجلبها ويجيبها الكويت وينزلها ويبيعها. حلو. فصار يعني في مو بس والدي، يعني في كثير من الكويتيين نواخذه هم، يعني اللي يكون ناخذه ومالك السفينة هو التاجر. في ذاك الوقت هاي الطريقة، يعني ينزلون البضائع على الساحل، يجون أصحاب البخاخير يشترون البضائع، أو أصحاب المحلات أو أصحاب البسطات في ذاك الوقت من السفن هذه. هاي تجارة القطاع يعني. بعدين البوم الحميدي حنا كذلك استخدم لتجارة القطاع، يعني كان الوالد في فصل الشتاء يستخدم البوم لتجارة القطاع، في فصل الصيف وحاجة الإمارة للماء مثل ما ذكرت، إنه لنقل الماء من شط العرب إلى الكويت. أما البوم تيسير، هذا لا، هذا البوم تيسير استخدم بس لأن الوالد كبر بالسن، يعني من 1927 الوالد ترك البحر، فالبوم تيسير هذا لا يخصص لنقل الماي لشط العرب إلى الكويت بس، يعني ما بس. ومو العم الحاج أحمد الغانم شرى البوم هذا من عندنا سنة 42 كدا سفر، يستخدمه لتجارة السفر. الوالد وجدك رحمة الله عليهم كان لهم سفرات للهند، زنجبار مثلا؟ والله أنا لا، حنا جدي كان في سفن القطاع، يمتلك سفن القطاع للمسافات هذه من الساحل الفارسي إلى يعني البحرين، إلى عمان، إلى ساحل عدن، يوصلون إلى أفريقيا كذلك، سواحل أفريقيا. نعم. بالبوم القطاع. نعم. لكن السفر أنا ما سمعت إنه يعني إن هل يكدوا سفر، يعني ما سمعت، قد يكون الوالد في بداية أو شيء، بس والدي نأخذه فذ، يعني والدي مو بس إنه نأخذه، والدي هم كذلك يفهم بصناعة السفن، يعني البوم تيسير هذا. صح. يوم الأيام حمل رمل إلى عبادان، حمل رمل من شويخ إلى عبادان،
يعني حتى رمل ينقلونه، ينقلونه الى عبدان. عبدان كانوا يحتاجون الى الرمل، ياخذونه من الكويت يودونه في سفن توديه. كان له ميزه معينه ولا ما ادري والله يستخدمون الرمل الكويتي يبونه، شو الاسباب والله ما ادري هناك يعني. فهذا البوم يعني الوالد يعني لحم بالمفرس كان ناخذه، يمكن ما انتبه للماء، بوم ثقيل رمل لحم تم لاحم شهر كامل وتعور البوم. يا بوم على أهل الكويت ساعدوا أبوي في ذاك الوقت، قاموا ينزفون الرمل يكتونه بالبحر وتعور البوم. فأبوي يعني مياب البوم يصلحونه هنا، يعيدون تصليحه مرة ثانية. كان صانع السفن جاسم الصباغة هو اللي يبي يرمم البوم، أبوي يتدخل ويا صناع السفن، سووا كذي يعملوا كذي حطوا هذا كذا. صناع السفن ما يرضون، يبون يشرون راحتهم على كيفهم. فجاسم الصباغة صانع السفن يوم يوم زعل على أبوي، قال له ما بيشتغل في بومك أنا، عارف شلون؟ وعصب. عليه الحاج محمد ثويني صانع السفن، محمد ثويني من أشهر صناع السفن في ذاك في ذاك الوقت الحاج محمد ثويني. فكمل البوم تيسير ظبيان يعني بإصلاحها. فأبوي يعني كذلك يفهم في زين عمي بناء الأبوام. من كان أشهر صناع السفن بذاك الوقت غير اللي أنت ذكرتهم؟ والله صناع السفن كثير، بس أشهرهم صالح بن راشد، هو اللي بنى البوم الحميدي مالنا 1910. كذلك بالثلاثينيات حجي أحمد سلمان الأستاذ من أشهر صناع السفن. كذلك حجي محمد الثويني من كبار صناع السفن. كذلك بالأخير يعني حجي علي عبد الرسول القلاف وأخوه حجي حسن، هذا بوم فتح الخير صنع حجي علي عبد الرسول القلاف سنة 1937 أو 38. كذلك محمد بن عبد الله من كبار صناع السفن. يعني حنا البوم يعني اللي كانوا في البوم الحميدي والبوم تيسير اللي كانوا يواصلون صيانة البومين هذيلة، حج محمد ثويني وحج محمد بن عبد الله هم اللي كانوا دائما يباشرون بصيانة هالبومين هذيل اللي عندنا. والله في وايد يعني من عيال الأستاذ وايدين، هذا من عيال يعني وايد والله من صناع السفن في، بس يعني حج موسى والله وايد وايد في صناع السفن، بس ما أذكرهم بالضبط. زين حمي بسأل على نقطة قبل، لما الواحد بيبيع بومه في إجراءات معينة في مبايعات؟ طبعاً طبعاً البوم تبلغ الحكومة بذاك طبعاً الوقت. طبعاً لازم الجول ماله جول البوم يروح حاكم الإمارة. مثلاً أنا عندي جول ملكية السفينة إذا بعته الجول هذا يروح لحاكم الإمارة يغير الملكية يوقع عليه. لا رقم البوم معين ولا؟ نعم الجول يوقع عليه حاكم الإمارة في ذاك الوقت. شنو الجول عمي ما يخالف؟ الجول هو يعني يكون مرسوم من حاكم الإمارة في ذاك الوقت، عارف شلون؟ في مرسوم يعني مثل واقفون على مرسومنا هذا من السنة. شنو عندك واحد ودي؟ أنا عندي واحد مال البوم تيسير وظبيان عارف شلون، يقول الواقفون على مرسومنا هذا من السالكين بالبحار والساكنين بالبنادر، يعني الموظفين اللي في البنادر قاعدين من جميع الدول الفخام العظام المتحابة من خصوص البوم المسمى تيسير ملك عبد الكريم بن حسين، وهو من جماعتنا ومن أهل الكويت. الله. يعني يقول نأمل من حكم دراية الدول النظام المتحابة إذا نظروا عليه ووقفوا عليه، إذا وقفوا على المرسوم وقروه وشافوه أن يعاملوه بالمعاملة اللائقة كما جرت به أصول وقوانين وشرائط الدول المتحابة. هذا ما أصدرناه وبيد ناقله سلمناه كي لا يخفى. جمادة كذا ألف ماني شايف الرقم. يوقع عليه الشيخ حاكم الكويت في ذاك الوقت الشيخ أحمد الجابر. بعدين رقم السفينة بالخط العريض اللي مكتوب كيتي 545. كيتي 545. بعدين المعتمد البريطاني يوقع يصدق على توقيع حاكم الإمارة. كان المعتمد البريطاني أي كتب تصدر من ذاك الوقت يوقعها المعتمد؟ إيه لأن إحنا تحت الحماية البريطانية. حتى المبايعات لازم يعتمد. إيه يعتمد. هذه واحدة مثلاً يعني البوم مغيرنا الجول من الحميدي القديم. كان الحميدي هذا تيسير اسمه الحميدي، مغيرنا إلى تيسير صدر جول جديد. إذا بعناه
الملكية تنتقل هم بعد جول جديد يعني هم ملكية جديدة. في تفتيش كان على البام ذاك الوقت يدشون يفتشون على السفن؟ والله لا ما أعتقد إنه في تفتيش في ذاك الوقت، ما في وسائل يعني اللي يعني تكون مهيئة للتفتيش، لكن أهل الكويت يعني هم بين بعضهم بعض يعني يعرفون يعني إذا في شيء أو كذا وهذا هم يعني يساعدون بعضهم بعض يعرفون اللي. زين عمي، نواخذ قبل ينتقلون من الكويت إلى البحرين أو دول الخليج أو ينتقلون، هل يحتاجون إلى جوازات معينة؟ طبعاً جواز، لازم جواز معين. جواز هذا بعد أنا عندي ايه؟ أنا عندي جواز الآن صادر سنة 1925 ايه؟ الوالد رايح البحرين في مهمة تجارية برايفت بيزنس عرشون، هم كمان من المعتمد البريطاني الجواز هذا. صادر من المعتمد البريطاني، طبعا الجواز حاطين الاسم، حاطين بأي تاريخ رايح السفرة، تاريخ السفرة، الجهة كذا، الشخص مواليد الكويت أو مواليد الكويت، يعني كلها مكتوب بالجواز. الصفات اللي هذا نأخذها، في إذا في علامات يعني مميزة يعني من أثر ضربة أو شيء هم تكتب بالجواز هذا ويبصم صاحب الجواز. الجواز كان عبارة عن كتاب معتمد من البريطانيين. يعني ورقة الجواز، ورقة يعني. حلو. كان يعتمد من حاكم الكويت ولا بس من البريطانيين؟ الجواز لا، الجواز يعتمد من الجول البوم ملكية السفينة من حاكم الإمارة كما هو مبين الآن. أما الجواز اللي عندي معتمد من طبعا بناء على طلب من حاكم الإمارة أكيد يعني. أكيد ممتاز. بناء على طلب من حاكم الإمارة. سلام. أنا بروح على موضوع ثاني، موضوع بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه. أعتقد شنو علاقتكم مع الحاج يوسف الفلي؟ الوالد على حياته طبعا له علاقة مع العم الحاج يوسف عبد العزيز الفليج. طبعا والدي وحيد ما عنده أخوان. وحيد. والدي بالمرة الأولانية متزوجها بنت عمه ما جاب منها إلا بنات، بس متزوج والدتي جاب ولدين وبنت. طبعا يعني قبل لا يتوفى الوالد يعني حس إنه كبر، بس أنا والدي توفى سنة 1957 عمره 100 سنة رحمه الله عليه، فحس إن أولاده صغار بحاجة إلى رجل يوقف يعني يصون أموالهم يدير باله عليهم. فوالدي اختار العم الحاج يوسف الفليج انه يقوم بدور الوصي علينا. فطبعا الوالد وكل العم الحاج يوسف الفليج قبل وفاته وصي علينا. كان جيرانكم يعني ولا لا؟ صداقة. اي صداقة. فتوفى الوالد وانا عمري ذاك اليوم 7 سنوات تقريبا. فأنا يعني تعلمت وتربيت على يد العم الحاج يوسف عبد العزيز، يعني هو والدي، هو اللي أصبح مكان والدي يعني. فالحقيقة أن العم الحاج يوسف له مدرسة كبيرة، رجل يتمتع بالصبر، يتمتع بالأخلاق، ويتمتع بمساعدة الكويتيين في ذاك الوقت من جميع طوائف الكويتيين، يعني له دور كبير في هذا الجانب. وكذلك يعني أنا تعلمت منه الصبر، تعلمت منه التجارة، تعلمت المعاملات الشريفة بالتجارة، وكنت يعني أزوره يوميا في المكتب. يعني أنا علاقتي وياه متواصلة كانت. يعني وين كان مكتبه؟ مكتبه كان أول في الكويت داخل السور الأول بظهر مسجد العدساني من جنوب عند بخار مجاب الجبلة، بعدين انتقل إلى عمارة حجي مكي الجمعة، بيت حجي مكي اللي ذكرته لك أمس في الموقع. هاي صارت عمارة يقعدوا هني فترة إلى أن بنوا لهم الأسواق التجارية، المراكز التجارية، بلوك 6، بلوك 3، بلوك 5، بلوك 5، بلوك 2، لا هذه بلوك 4 عفوا، هذه البلوكات لا زالت قائمة لحد الآن. فمكتبه كان في بلوك 6. وحجي يوسف الفليج الله يرحمه يعني كان له جهود جبارة وعظيمة، خدم أهل الكويت. تقدر تذكرنا منها؟ خدم الكويت وأسس شركات. صح. أسس شركة البترول، شركة الناقلات النفط، شركة السينما، البنك الوطني، يعني هذه الشركات العم الحاج يوسف الفليج كان بتأسيسها من البداية من الخمسينيات يعني. نعم. يعني وعلاقته يعني ويا الجميع
فئات بس المجتمع. ليش الوالد اختار يكون هو طبعا وجد فيه الصدق، وجد فيه ان يعني رجل يعني يستحق يعني ان يوكله، وجد فيه صفات الصدق والأمانة والخلاص. وذاك اليوم الوالد مجاب الفلوس، عطاها العم الحج يوسف ليخ، وماكو بنوك ذاك الوقت، حطها بخياش عطاها إياه عدو ولا صح. لكن هناك في ثقة متبادلة. يعني أنا أذكر علشان تعرف ميزات أهل الكويت في ذاك الوقت، أنا والدي متوفى، بعد صلاة المغرب في ناس يجون يطقون الباب علينا، أنا صغير ويطلع أخوي يكبرني بعشر سنوات. نعم. يعني أنا عمري 7 سنوات، أخوي عمره 17 سنة في ذاك الوقت، يقولون أبوكم توفى، حنا متسلفين منه فلوس، نبي نرجع الفلوس هذه. والله شوف يعني الخوف، يخافون من رب العالمين. اليوم تقضب الواحد بوصل وبحكم ما تقدر عليه والتر. عارف شون؟ فشوف أهل الكويت شون يخافون من رب العالمين ذاك الوقت. فطبعا أخوي يقول لهم روحوا لحق العم الحج يوسف لي، هو الوصي، هو كل شيء عنده هناك، روحوا. لكن الوالد مو يتوفى في ذاك الوقت، كان أوصل الحاج يوسف لي، كان يطالب كثير من الناس فلوس، لكنه قال حق العم الحاج يوسف لي بالمستشفى، قال أنا قد أكون يعني آخر أيامي هذه، فرجاء اللي أطالبهم قض النظر عنهم هذيلا. فهذيلا كلهم أهل بحر، وكلهم كانوا محتاجين، وكل الكويت يعني يساعدون بعضهم بعض، يحبون بعضهم بعض وكذا. وهذا ديدن وشيء مهل الكويت. أبطلع فاصل بمشعل وبرجع لك. أعزائي المشاهدين نروح الفاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من جديد بمشعل. موضوع الأمطار والهدامة في ذاك الوقت، يعني أنا أذكر يعني نسمع من بهاتنا وأجدادنا موضوع الفرجان إذا طق مطر، تصريف الماء، أنا ما أدري وين كانوا وشون كانت طبيعة ذاك الوقت. شوف بالكويت إحنا ما أذكر أنا يعني في 3 هدامات أذكرهم. أي الهدامة الأولى سنة 1872 سموها سنة الرجيبة، يعني بس شهر رجب تمت. نعم. هذه الكويت مثل ما ذكرت لك أمس أن هذه الأمطار هدمت جميع بيوت الكويت لأنها مبنية من الطين ما تماسكت. هذه اللي خلى الكويتيين يفكرون أن يكسرون صخر بنعشارج، وأن يخلطون الصخر ويا الطين عشان يعطي قوة تماسك أكثر من الطين. وكان جدي هو له السبق في هذه السنة 1878 يعني بتكسير الصخور نقلها من عشارج إلى الكويت. هذه الهدامة يعني هدامة تعتبر كبيرة في ذاك الوقت. هذه البيوت كانت مبنية من الطين. أنا أذكر يعني بحي الوسط يعني وراء بيت المصيبيح، وراء عمارة الخرافي هني، ويم بيت عبد الجادر، يم بيت ابو يروى، اكو بيوت من الطين كانت ساقطه. انا لحقت عليها يعني كنت صغير بالسن، في ذلك عمري 5 سنوات 6 سنوات شفتها يعني. هذه من اثار 1872 ظلت موجوده. يعني اذا احد من اهل الفريج في ذاك الوقت يسمع كلامي راح يتذكر هذا الشيء. يعني من كانت بيوتها ذاك الوقت والله ما ادري من بيوتها، بس مهجوره طايحه عائله السقوط يعني عارف شلون يعني بيوت متهدمه بس اطوف يعني من الطين، كل طوفه الطين يمكن عرضها 50 60 سنتي كذي. يعني هذه من اثار يعني ال 1872 ميلادي. لكن جاتنا في سنه ال 34 جاتنا مطره الهدامه يسمونها سنه 1934. نعم. هذه في بيوت تماسكت، في بيوت لا راحت فيها، يعني معظم البيوت راحت فيها كذلك يعني. لكن البيوت يعني البيوت اللي قاومت يعني اللي مبنية من الطين والصخر، ولكن البيوت اللي تيها السيول بين السكيك صح وأساساتها ضعيفة وكذا لا تساقطت يعني ما هذه. فهذه المطرة يعني كان في ناس توفوا ذاك الوقت
والله قد يكون يعني الكويتيين شنو قاعدين في الغرف وكذا، الغرفة تطيح عليهم ما تدري يعني. صح. يعني لابد يكون هناك في وفيات يعني من جراء هدم البيوت، من يعني من جراء هذه الأمطار لابد في وفيات. الآن في عندنا مواليد إذا قالوا من سنة الهدامة يعني سنة 34 يعني يقولون الكويتيين. أنا عندي إختي واحدة من سنة الهدامة، خليجتي يعني. كذلك أخوي مواليد سنة المجلس، كذلك أنا مواليد وفاة الشيخ أحمد الجابر. متوفى الشيخ أحمد الجابر أنا عمري 8 شهور، حتى إن ذاك اليوم الوالدة تقول أنا مطلعتك يا مشتى برد ورايحين جنازة أحمد الجابر يبودونها المقبرة، يقول حين طلعنا يقول الرجال قاعدين يهاوشون، روح ولدك ودي البيت من شدة البرد. يعني يهاوشون أمي يعني دخل ولدك ودي البيت من شدة البرد ذاك الوقت. ففي مطرة جاتنا سنة 54، هذه البيوت يعني نوعا ما تماسك، لكن في بيوت سقطت يعني. في الناس رحلوا وفتحوا لهم المدارس في ذاك الوقت، يسكنوهم بالمدارس. أنا أذكر هالمطرة هذه صغير، عندنا دار أمي، أنا أنام ويا أمي بالدار. هاي سنة كم هالحين؟ سنة 54. 54. إيه عندنا دار، أنا أنام ويا أمي بالدار، هذه صار فيها خرير بالزاوية، زاوية الدار. عاد أمي حاطة ملة كبيرة. لونها لون يعني لون شذري كذي. فاحنا طول الليل نايمين والدار تنقط دينغ 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 طول الليل دينغ دينغ هالمطرة. وانا اذكر يعني اذكر المطرة هذه بس ذاك اليوم احنا بيوت قاعدين، بيتنا احنا على مرتفع البيت يعني الامطار والسيول ما تحوش بيتنا، على مرتفع بالبيت احنا. وفي بيوت تهدمت وفي بيوت قاومت. البيوت اللي على ساحل البحر الماي يروح بسرعة على البحر يعني، ما في يعني، بس البيوت اللي داخل بالحفر ما الحفر لا، البيوت تعاني هذه. صح. تعاني من المشكلة هذه. أمين تمساعد. لكن أهل الكويت قزروها شعب قدر يبني دولة من لا شيء والحمد لله على أسسة النعمة. ومجتمع نعم بالوقت الصعب يعني. صحيح والله أعطانا الخير إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. أمساع قلت أخوك سنة المجلس. أي. ما سمعت حادثة للتاريخ عن سنة المجلس هذه؟ والله أنا ما أذكر يعني في ذاك الوقت، ماني من مواليد سنة المجلس يعني، أنا مواليد 49 ما لحق، لكن يذكرون سنة المجلس يعني. مشت سنة المجلس. سنة المجلس يعني كانوا ذاك اليوم المواليد يعني اللي يسجل يسجل، اللي ما يسجل لا، بالأحداث اللي تصير. بالأحداث تذكر بالأحداث. ممتاز. إيه نعم. عمي دخولك التجارة. أي نعم. ليش قررت تدش التجارة وعلاقاتك مع تجارة الكويت ذاك الوقت؟ طبعا أنا كنت أشتغل موظف في تلفزيون الكويت في ذاك الوقت، في نفس الوقت كنت أشتغل أنا، وما أقدر ما قدرت أجمع بين الوظيفة وبين الشغل، فاضطريت أن أقدم استقالتي من وزارة الإعلام وأتم على شغلي. في ذاك الوقت أنا بديت يعني بالسبعين، 71 72. نعم. بديت أشتغل بالتجارة استيراد والتصدير، بالتجارة العامة، اشتغلت بالمقاولات تقريبا فترة 15 سنة، واشتغلت كذلك في نفس الوقت بسوق الأوراق المالية البورصة وبسوق العقار. زين عمي ايش كان تعلمت فن التجارة مع علاقاتك مع التجارة؟ طبعا ذاك اليوم مدخلت في, 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 في التجارة في ذاك الوقت كان عمري 20 سنة إن شاء الله، والتجار في ذاك الوقت كبار يعني بالسن مو صغار يعني، أعمارهم على 50 سنة واربعين سنة وستين سنة وكذا يعني. أنا يعني زاملت تجار كبار وتعلمت منهم المعاملات وتعلمت منهم الصبر، تعلمت طريقة التجارة. حنا ذاك الوقت ممكننا نشتغل بالتجارة يعني كان في الصدق وكان في المعاملات يعني، ما الواحد إذا شافه يعني يكذب او شافوه كذا ما يتعاملون وياه، وما كان عندهم فيها هذه الصفات، الصفات كلها صفات صدق يعني، اعمال تجاريه شريفه يعني. يعني انا احيانا يجي لي تاجر يقول لي منصور والله يعني انا ابي والله نص مليون دينار او ابي مليون دينار، اعطيه شيك بدون وصل بدون اي شيء، ثقه موجوده. احنا بالعقار اي الدلالين موجودين ذاك اليوم، ناصر الحميدي ابو بدر الحميدي وزير الاسكان سابقا، إذا جيت عنده قال لي بعت قسيمة، قال لي روح سجلها باسم فلان الفلاني. آه. بدون دفتر بدون كتابة بدون عربون بدون شيء أروح أسجل. كذلك أنا في أحد التجار يعني اللي أعرفهم كان يسجل باسمي أنا عقارات وكذا، إذا شريت منه بدون هذا يروح سجل وأعطيه شيك.
يعني الثقة موجودة كانت، والعمل التجاري مبني على الثقة. الثقة إذا تزحزحت انتهت صعوبة العمل بالعمل. فذاك الوقت حنا ممكننا نشتغل، يعني دخلت أنا بالعمل التجاري سنة 70 71 72، لا ذاك اليوم خلاص وشرف وانضباط. وحتى أحد التجار أنا إذا أخذ مني فلوس بدون ذكر الأسماء إذا رجع الشيك علي يحط لي كم يوم أخذ الشيك مني، 10 أيام يحط لي فائدة 10 أيام، إذا 15 يوم يحط لي فائدة 5 يرجع لي. أقول له عمي أنا ما أبي مياي، أنا أسلفك عشان أبي فوائد ما فوائد. قال لا بس اسكت أخذ الشيك وخلاص. هذا اللي عارف شون هو يعني معك ياخذ الفلوس ما يظلمني يعطيني حقي، وهم نفسه من كيفه يعني. صدق. زين عمي شلون بدت البورصه؟ ما يخالف شلون بدت الناس البورصه؟ هي البورصه انشاء البورصه، البورصه هي بدت من انشاء الشركات بالخمسينيات والستينيات. انا اذكر يعني لحقت عليه يعني في الفتره اي انا انشات بالستينيات البورصه في محلات. وين مثلا المحلات هذه؟ اي مثلا نجي السوق الداخلي صوب مسجد السوق هنا، في خالد الياقوت دلال، في عبد المجيد فرج دلال ويعلي المواش، في حسن العمر، في ناصر الحميدي، في جاسم الفوزان، في مساعد مدو، هذول كلهم موجودين دلالوه. كان عبد الحميد المزيدي عند مكتب في عمارة النقي، كان كذلك عبد الرحيم أكبر أبو 50 عندهم مكتب في السوق في بلوك 5 اللي محل البورصة قبل بالسرداب. كان عبد الرضا خورشيد ويا غانم الجاسر ويا بن شكر عندهم مكتب، فهد العقاري التجاري، كذلك محمود مدو وعيال ولد عبد الرزاق عبد الله مدو، كلهم عبد العزيز مدو، كلهم عندهم محلات في المحلات هذه. بس يعني بعد الأزمات اللي حصلت بالكويت، يعني في أزمة حصلت عندنا، أزمة مالية سنة 1973. الأزمة هذه صغيرة حصلت بين تجار معدودين، الحكومة تدخلت اشترت منهم بعض الأصول وفكوا التشابك بيناتهم، عدت الأزمة هذه. كانت نفس الشيء أسهم ما أسهم أسهم نعم. لكن في أزمة ثانية سنة 76 هم بين التجار بس بعدد أكبر شوي، كذلك الحكومة تدخلت بشراء أصول في ذاك الوقت بمعايير محددة، الواحد يشتروه منه مرة واحدة بحدود 15,000 دينار وبس. زين الأزمة ما طولت، 76 يعني 77 بدأ السوق يتماسك، 78 صار في تداول إلى سنة 1982. نفس المكان حال البورصة القديمة، البورصة القديمة هذه نفس عودة. كذلك 1982 نفس البورصة، بس البورصة التداول بالأسهم الخليجية وكذا في سوق المناخ. سوق المناخ صار سؤال عمي خالف، ليش سموه سوق المناخ؟ سوق المناخ على اسم المناخ، البعارين تجي تنوخ. بس مو بهالمكان سوق المناخ البعارين كانت تجي، لا البعارين تجيب سوق الداخلي، جيب لي سوق الداخلي قبال بيتنا. اكو ساحة البعارين تنوخ هنا، سموا المناخ لأن البعارين تنوخ، فسموا السوق هذا على المسمى اللي بالسوق الداخلي. زي المبنى الحالي كان موجود بالقدم ولا جديد المبنى؟ لا جديد سنة 1000، أنا من أول المستأجرين في سوق المناخ. المبنى الحالي؟ الحالي أنا أول ما استأجروا المحلات سنة 1979. 79 أنا من أول المستأجرين، وأنا الوحيد اللي ظليت بالسوق ما طلعت إلى حد الآن. من 79 ليومك أنا بسوق المناخ ما طلعت. فصار رواج هنا للأسهم الخليجية والمقفلات، صار سوق رسمي للأسهم الخليجية والمقفلات. أما المكاتب اللي موجودة خارج اللي ذكرتهم لك مثل ناصر الحميدي، مثل خالد الياقوت، مثل مساعد مدو، هذا اللي تموا على وضعهم يعني بالأسهم الكويتية يشتغلون. بعدين انشأت الكويت وزارة التجارة، انشأت سوق الأوراق المالية في بلوك 5 بالسرداب، في بلوك 5 بالسرداب، وتم السوق هذا مستمر أعتقد لغاية
التسعينيات أوائل التسعينيات عاد إنشأوا البورصة هذه سوق الأوراق المالية، وحدوا الدلالين كلهم، الدلالين أسسوا شركات في بينهم، الحين سوق الأوراق المالية ما في دلالين بأفراد، كلها شركات الآن، فكل 4-5 دلالين أسسوا شركة، كل 4-5 دلالين أسسوا شركة، فهذه الشركات العاملة هي من الدلالين القدامى اللي كانوا بالسوق. محمد البنيس كان دلال في ذاك الوقت بعد عندنا. منو أشهر الدلالين عمي ذاك الوقت؟ والله أشهر الدلالين والله كلهم يعني الكويت يتعاملون مع الجميع يعني، لكن في ذاك الوقت يعني كل دلال عنده زباينه وعنده عملائه وعنده يعني محبينه، عنده الجروب اللي يتعامل وياهم، فكل دلال عنده مجموعة. خلينا نقول الدلالين القديمين اللي والله ناصر اللي كنت تقول فعلا دلال هذا. إيه إيه إيه. والله شوف يعني علي بن مواش كان دلال قديم، عندك ناصر الحميدي دلال قديم، كذلك عيال مدو محمود مدو دلال قديم، عارفين عيال مدو دلالين قديمين يعني مساعد وعبد الله ومحمود ويعني حلو. عمي بنطلع فاصل وبرجع لك. أعزائي المشاهدين روح الفاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من جديد. أبو مشعل، الكل سمع عن أزمة المناخ، شو بداياتها يعني؟ خلنا نأخذ يعني سر التاريخ له. هي الأزمة بدأت سنة شهر 7 سنة 1982، هي بدأت الأزمة. طبعا هناك صار رواج كبير على الأسهم الخليجية والشركات المقفلة اللي كانت تنشأ في ذاك الوقت. لو كنت ينشئون شركة اليوم او بنفس اليوم اسهمها تتداول بنفس اليوم بالبورصه، الوصل هذا اللي تدفع فيه الفلوس تبيعه يعني انشاء شركه وثاني يوم إيه انت تاخذ الوصل تدفع مثلا مبلغ 50,000 قيمه الاسهم، تيجي سوق المناخ تعمل تنازل حق اللي يشتري منك وتبيعها بهالطريقه هذه، يعني شركات ورقيه. إيه طبعا السوق غير منتظم، سوق ما في ضوابط، طبعا توسع العمل فيه يعني، هو التعامل بدا بالاسهم الخليجيه يعني بداية سوق المناخ 1979. أنا قد فتحت محل لسمسرة الأوراق الخليجية والتعامل بالأسهم المقفلات. كان في واحد يمني اسمه كرامة اشتغل عندنا، هو مسك المكتب. بعدين صار رواج بال79، أنا أول مكتب فتحته بسوق المناخ، أول مكتب فتح بسوق المناخ لتعامل بالأوراق الخليجية الأسهم الخليجية والمقفلات هو مكتبي أنا. حلو. وكان واحد يشتغل عندي يمني الجنسية اسمه كرامة، لا زال موجود يشتغل إلى حد الآن بالبورصة في أحد المكاتب. نعم. طبعا الناس شافوا مكتبي، بعدها بأسبوع المدائن في مكتب فتحوا يمي حق واحد من عيال معرفي، مجموعة بوهاني محمد تغي معرفي وياه مجموعة، كذلك بعدين كل من قام يفتح كل من قام يفتح، صار سوق رسمي، صار خارج السيطرة. اي من المنتصف أواخر 1981 بدأ التعامل بالآجل، يعني 90% من المعاملات السوق بالآجل، كلها بالآجل، ودخلوا ناس هناك قاموا يشتغلون بالآجل وكبرت عليهم التعامل، كبر عندهم صار بمئات الملايين. فسنة 1982 شهر 7 وشهر 8 صار هناك في تشابك، في توقف عن الدفع، صار في تشابك هناك، الناس تبي تدفع ما حد يقدر يدفع، هذا لا يقدر يحصل أموال، هذا لا يقدر، واحد جر الثاني، واحد جر، وتوسعت القاعدة. ومشكلة سوق المناخ عدد كبير من الكويتيين تشابكوا فيه، مو مثل أزمة 76. صح. أزمة 76 كم تاجر، أزمة 73 يمكن بين 4-5 تجار اللي الحكومة دخلت شرات الأصول، ومن جراء شراء الأصول لعلمك الحكومة ربحت يعني ما خسرت. يعني ربحت الحكومة. الحكومة ربحت زين. طبعا عارف شلون؟ وصارت الأزمة هذه وصار تشابك كبير ومعاناة،
والناس ما قدرت تسدد، والناس ما هي قادرة تحصل على أموالها، هذا ما يدفع توقف، هذا الآخر وقف والثالث وقف وإلى آخره. فعاد الحكومة تدخلت هنا، وقفت الشيكات، لا يلجؤون أصحاب الشيكات إلى النيابة رفع دعاوي ما دعاوي وكذا، لأن جريمة الشيك جناية في ذاك الوقت. فوقفت المطالبات القضائية، جاءت الحكومة عن طريق مجلس الأمة بتشريع قوانين لمعالجة هذه الأزمة. فمن ضمن المعالجة أنشأوا دائرة للتسويات، محكمة للنظر في الشيكات الآجلة، كان يرئيسها القاضي صلاح الفايد الله يرحمه. كذلك أنشأوا مقاصة كان يديرها البنك الوطني في ذاك الوقت، كان محمد شنار أحد كبار موظفين البنك الوطني يديرها. فسيطرت الحكومة على الوضع، وبدأوا يشرعون قوانين لمعالجة هذه الأزمة. من ضمن المعالجة صندوق حقوق الدانين اللي حموا المتعاملين اللي تعاملهم أقل من مليونين دينار، من مليونين ونازل. يعني تصور أنا عندي مبلغ 34 مليون دينار في ذاك الوقت، صفى مليونين، 34 أنا أخذت مليونين، وبو مليونين خذ مليونين لأن الصندوق حمى. أنا الصندوق ما حماني لأن مبلغي 34 مليون، أنا ما هقيت يصف ال 34 صف مليونين. لو أدري كان رحت صندوق حقوق الدين، تنازلت عن باقي الدين. أنا ما أدري كان 34 بصير بهالدرجة هذه. تحصل في أخطاء صارت. إيه هو التشابك، هو البيع، يعني البيع بالآجل هو السبب المشكلة، يعني هي المشكلة الرئيسية. هي المشكلة الرئيسية. زين بمشعل، أزمة الحين نعاني أيضا من أزمة بورصة الآن. الكل يتكلم عن الأزمة الاقتصادية، البورصة إيش فيها؟ كلها حمر حمر حمر، مراضي تصعد، وصلنا 17,000 نقطة، اليوم نتكلم على 6,000، ما بين 6,000 ونص، وين الخلل؟ هي الأزمة اللي حصلت بالكويت طبعا من جراء أزمة عالمية، والنزول اللي كان عندنا كان نزول فجائي. صح. يعني دروب ما خلى الناس تتصرف. صح. سريع يعني سريع، ومعظم الناس الآن لا زالوا يحملون الأسهم، يعني صح. اللي طلعوا من الأزمة الحالية يعني بالأصابع نعتبرهم بس. صح. ولا الكل بالأزمة يعني على قولتهم. شوف طبعا هناك محللين تكلموا خلال هالسنتين من بداية الأزمة، شهر 2008 الربع الأخير إلى حد الآن، يوميا تسمع محللين يتكلمون يتكلمون يتكلمون، يعني عطوا بما فيه الكفاية. الواحد حين ما يقدر يتكلم، كل اللي بنقوله قالوا. لكن شوف يعني العلاج، أنا أكلمك كوضع اقتصاد عام بجميع قطاعاته، مو سوق أسهم ولا سوق عقار، يعني أكلمك بجميع يعني تجارة السيارات، تجارة المواد الكهربائية، المواد الغذائية. فحنا هني إلى حد الآن يعني ما اتخذنا قرارات. يعني شوف الدول الأوروبية تأخذ قرارات، مثل أمريكا ضخت مئات المليارات، الدول الأوروبية بريطانيا وألمانيا وإلى آخره ضخوا كذلك مئات المليارات. نجي دول المنطقة مثل الإمارات، مثل قطر، هم ضخوا مئات المليارات واشتروا أصول. الأزمة أنا بنظري، يعني أنا بنظري، أنا صار لي 40 سنة في هذا المجال أشتغل، وأنا اليوم من أقدم التجار الموجودين بالسوق حاليا. زين. يعني عارف شون، أنا بنظري علشان أنا مو أبي والله ارتفاعات بسوق الأسهم، ارتفاعات غير مبررة، أو ارتفاعات بالعقار ارتفاعات غير مبررة. لا، أنا أبي المنطق، أبي العقل، أبي هناك يكون تداول استثماري جيد، يعني أبي يعني يكون هناك الاستثمار مو المضاربة. أنا أقول الأزمة هذه راح تبقى كما هي، ما راح يصير في شيء. الوقت هو العامل. الوقت الوقت متى عاد؟ الوقت تقول سنتين، الحين صار لنا الحين سنتين ونص، حنا الحين 5 سنوات 6 سنوات، ما تدري. حنا أزمة 97 الأزمة صارت لنا، قعدنا 5 سنوات. أزمة المناخ قعدنا 15 سنة. أزمة 76 قعدنا 3 4 سنوات. أزمة 73 قعدنا 3 سنوات. بس هذه أزمة كبيرة. مديونية المناخ 6 مليار، هذه مديونيتها حول 27-28 مليار. يعني الأزمة هذه الحالية إيه؟ أكبر من الأزمات السابقة. إيه أكبر طبعا، أكبر طبعا. أنا أقول إذا أرادت
الحكومة تحرك نشاطات جميع القطاعات التجارية. اليوم تجي حق راعي السيارات وكيل السيارات وهو يبيع سيارات، بس قبل سنتين يبيع لي باليوم مثلا 10,000 دينار، اليوم ما يبيع لي 3,000 4,000. تي حق مواد الغذائية، تصور الناس محتاجة حق الأكل، يعني شوف التاجر في ذاك الوقت يبيع باليوم 2,000 دينار، اليوم ما يبيع إلا 500. كذلك المواد الكهربائية وجميع القطاعات، يعني عارف شلون. اليوم التجار يا دوب هالدخل هذا المبيعات يسددون فيهم الأجارات ومصاريف موظفينهم، يا دوب يسددون الاعتمادات المكشوفة عليهم يعني مطالبة البنوك لهم. بس مشعل في تجار ما أكلينها، في بعض التجار الكبار ما أكلينها بعد. شلون يعني؟ في تجار مفتوح لهم المناقصات، مفتوح لهم، ما أعرف يسمونهم الحيتان. والله شوف عاد أنا ما أبي أتطرق للجانب هذا، بس خلني أكمل حديثي. أنا تفضل. سمعت؟ فأنا أقول الحكومة عشان إذا تحرك الدولاب دوران الاقتصاد، عارف شلون، لابد تشتري أصول. تشتري الأصول؟ أصول، إيه نعم. شرت أصول بال73، اشترت أصول ونجحت الحكومة. بال76 اشترت أصول، بالأزمة المناخ اشترت أصول، اشترت أصول الشركات المقفلة، شرتها وغربلتها وطرحتها للكتاب، منهم مجموعة الأوراق المالية وبيت الأوراق المالية، نجحت الحكومة. أزمة 97 ما تدخلت الحكومة، لكن دعمت البنوك. يعني الآن الحكومة هي دعم البنوك، بس البنوك عندها محافظ ائتمانية، قروض، محافظة القروض نازلة تقريبا ما يقارب 40-50%، والأصول قاعدة تتواكل، قاعدة تتآكل الأصول. يعني أنا أدعم البنوك، البنوك لمتى بتحط مخصصات؟ من متى بتحطها؟ خلينا نسمع البنوك رابح لي والله 70 مليون، والله حط 60 مليون مخصصات، رابح لي والله 80 مليون، حط لي 2 مليون دينار مخصصات. ليه متى المخصصات؟ أنا أبي أحرك المحفظة الائتمانية هذه، أبي أسقيها ماي عشان تنبت مرة ثانية، قاعد تموت. يعني بنظري أنا، من خبرتي أنا، الحل الوحيد المحفظة الائتمانية، قاعد تشتري أسهم من السوق. بس المحفظة الائتمانية ما قاعد تحقق المراد. المحفظة الائتمانية ربما أنت تبيعها أسهم، هم يشترون ما يدرون منه البايع، يمكن يشترون باليوم هذا 100 مليون دينار، يمكن شخص وبايعهم واحد 100 مليون دينار، بس هم ما يدرون من اللي بايعهم. يمكن هذا الشخص أخذ 1 مليون دينار حطها في البنك وديعة، أو وداها برا، شنو استفادينا إحنا؟ لا، أنا أبي هال 100 مليون دينار بدل ما يأخذها شخص واحد أبي يأخذونها 500 واحد. شلون؟ كيف؟ أنا أي أدرس المراكز المالية للشركات الجيدة، أختار لي 10 شركات، 15 شركة، 20، بعد دراسة المراكز المالية والميزانيات. إذا شفت هذه الشركات شركات جيدة، عارف شلون، مستوفية الشروط اللي حنا بنشتري، عارف شلون، أي أستثمر. شلون طريقة؟ ما أشتري على كيف من كل واحد، لا، أنا أي أشتري من كل شخص مثلا 20,000. إذا جيتني أخي محمد أنت بعتني مرة ثانية، ما أشتري منك، ما أعطي على قولتهم الحيتان، فرق الفلوس على الحيتان، لا، حتى صح. الحوت أشتري منه 20,000. حلو. منصور 20,000، محمد 20,000. إذا جينا مرة ثانية نبيع، الحكومة تشتري من عندنا. وزعت هذه الفلوس على أكبر قدر من المتعاملين بالتجارة في جميع القطاعات. أنت أخذت 20,000 رح اشتريت سيارة، أنا أخذت 20,000 رح شريت سهم، الأخ الفلاني شرى، رح شرى مواد غذائية، هذا شرى مواد كهربائية، هذا شرى مواد إنشائية. حركت السوق. حركت السوق، دي بدأ الدولاب يتحرك. في نفس الوقت إحنا السوق شنو يبي له الآن؟ ترى ما يبي له شيء، سوقنا يبي له إعادة ثقة. إعادة الثقة ما تجي إلا عن هذا الطريق، لابد الحكومة تشتري أصول بهذا الطريق بهذه المعايير. في نفس الوقت الحكومة ما حد راح يبيعها إذا حطت سعر أدنى، مثلا نجي السهم الفلاني 1,000 بدينار، الحكومة قالت أنا أشتري ب700، إذا جاءت السهم الفلاني ب500 قالت الحكومة أنا أشتري ب300. في نفس الوقت ما راح أحد يبيع الحكومة، بس من جراء هذا القرار، اتخاذ هذا القرار، أن أنت عدت الثقة للسوق. حنا نبي إعادة الثقة، يعني الحل هو أن ترجع الثقة للسوق، بس إحنا نبي إعادة. وإعادة الثقة ما ترجع
الا بالطريقه اللي قاعد اقولها حسب مجهودي انا. ممتاز اساسا عدل. ممتاز تفضل اكمل. تفضل. الان حجم الودائع بالبنوك تقريبا عندنا حول 27 30 مليار لاول مره عندنا في هذا الحجم. عندنا ليش فعلا. الناس خايفه، انا واحد منهم حاط فلوسي وديعه بالبنك. طبعا عندي اسهم وعندي ملكيات عندي كذا، لكن هذه اسهم قديمه يعني، عارف شلون؟ هم خايف احط فلوس جديده بالسوق ما لم تعاد الثقه للسوق. انا انتظر عادة الثقه للسوق، اطلع عمالي اسحبها من البنوك هي ادخرها بالاسواق. فحنا محتاجين الان، الناس خايفه حاطه فلوسها 2% 1.5%، عارف شلون؟ هذا من الخوف. تقول لك على الاقل اربح شويه احسن، خلنا اسلم على فلوسي وراس مالي حتى يعني يبون يطمنون على اموالهم. زين اساس الوقت ابو مشعل بابا قال دقيقتين ويانا. موضوع سوق العقار والاراضي وارتفاع اسعارها باختصار، يعني شنو المشكله الحقيقيه؟ سوق العقار سوق غير منظم. غير منظم؟ غير منظم. وجود وزاره العدل والقوانين؟ لا غير منظم، ما في تنظيم سوق العقار. الان في مطالبات بتنظيم سوق العقار، انا واحد من الناس متبني هذا التنظيم. يعني سوق العقار طبعا هناك في ارتفاعات غير مبرره صارت، عارف شو؟ وهذه العقارات قاعد تنزل تاخذ مجراها بالنزول. في قد عقارات تماسكت عند النزول 40%، في عقارات 20%، في عقارات اكثر من 50%. لكن حنا هذا تعامل بالمليارات بالسنه، 6 7 مليار 8 مليار دينار كويتي في ايام فوره التداول. حنا نبي تنظيم لسوق العقار، نبي الشفافيه. الان حنا ماشيين على النظام القديم مال قبل 60 70 سنه، دلال بيده دفتر عنده مكتب كذا. لا الان المنطقه اول محصوره داخل السور، طلعنا خارج السور شويه، الان 6 محافظات، الان قسائم صناعيه وشاليهات ومزارع وما ادري شنو، عدل. لازم نطور العمل، حنا ما نظل على العقلية القديمة يعني، عارف شو؟ دفتر وسجل وسمعت إيه. لا لا، الآن في وسائل، الآن في شبكة معلومات. الآن أنت تعرض عقارك، يعني عارف أنت قد تبيع عقارك بمية ألف دينار، ربما هناك لم يشتري 110، بس لو في شبكة معلومات عقارك يأخذ حاصلة. شبكة معلومات هي عملية تنظيم، عملية بسيطة ما تبي لها شيء، عملية تنظيم هنا تستمسرة. كذلك الدلالين مثل سوق الأسهم، شلون أول دلالين برا كل واحد حالة صاروا شركات، كذلك سوق العقار محتاج إلى الدلالين يتحدون بعضهم بعض يأسسون أفكار. شركات أفكار. والشركات فيها تطور، في تكنولوجيا جديدة الآن، في علم، حنا في وقت العلم الآن، لمتى نبقى على ما هو عليه؟ على الدفتر لا في شفافية ولا شيء. أنا أتمنى الآن في تبني لتنظيم سوق العقار، أتمنى إن شاء الله الحق لمصلحة المواطنين ومصلحة كذلك أنت تبيع عقار. أحيانا أنا قبل 4 5 أشهر اتصلت فيني مرة بالليل قالت لي منصور أنت بايعيني قسائم، ليش ما حولت لي بشرق القرين؟ قلت لها أنا ما عندي، ما بعت قسائم عندي وعطيتهم عيالي، أنا ما عندي قسائم. أنا كانت تقول بلا، رحت وزارة العدل سجلت طلعت هذا أن القسائم باسمك وأنت بايعني. طلع دلال ماخذ منها عربون وقايل لها ان هذا يسافر مو قاعد بالكويت. انا صار لي يمكن فوق 30 سنة ما طلعت من الكويت ما شاء الله. فهي معروفه اتصلت فيني تبي تعرف الحقيقه، راحت اشتكت عليه بالمخر، طلعت فلوسها منه وكذا. لو في تنظيم، لو في شفافيه وشفافيه التصرفات ما تصير، عارف شلون؟ استاذ منصور عبد الكريم ابو الملح، انا استمتعت على مدى يومين بهالشفافيه وهالتاريخ والسرد التاريخ الجميل، وشكرا لك. انا اشكرك، وبعد يمكن مقصر شوي. والله ما قصرت، بيض الله وجهك. وشاكر لكم واتمنى لكم التوفيق، واتمنى لمحطة الشاهد بكل تقدير، وان شاء الله الله يوفقكم، واتمنى لكم كل شكرا، كل شيء فيه الخير ان شاء الله. شكرا مشعل، الله يسلمك. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه برنامج من القلب، الله يحفظ الكويت.